يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن سؤال الميت أن يدعو لك عند الله أن هذا العمل بدعة لم يفعله السلف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن سؤال الميت أن يدعو لك عند الله أن هذا بدعة لم يفعله السلف ولا يعد كفرا أو شركا، إنما هو من البدع، فهل هذا النقل عنه صحيح؟ ما دام انك تقول انه في ماء المجموع ما كل ما فيه ان شاء الله هو صحيح معتمد، ولكن هو ما قال ان سؤال الميت الدعاء من الميت انه جائز، يقول بدعه لا يجوز، كونه شرك أو ما هو شرك هذا يحتاج إلى تفصيل من حالة الداعي هذا والطالب هذا، هل هو جاهل هل ما هو جاهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت لا يطلب منه شيء لأنه انتهى عمله، الدعاء عمل، أن تطلب من الميت شيء لا يقدر عليه، الميت لا يقدر أن يدعو ولا يقدر أن يستغفر، ذنوبها اللي عليه ما يقدر يستغفر منه، فكيف يستغفر يدعو؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو بحاجة إلى أن يخفف عنه العذاب، عذاب القبر، ولا يستطيع يدعو الله عز وجل، لأنه ما يقدر يدعو، انتهى عمله. نعم.